السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. دهمي سؤال كش مرة جوز كنا بي قبر توكا. تسأل عن دينك، ما دينك؟ شو مرة جوز كنا بي شو متي دين تين تي دين تين. تقول الإسلام ديني. توش إسلام من ديني. ما هو الإسلام؟ إسلام جن تين. المسلم لابد أن يسلم أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. مسلمان واسطة علمين كأي شيء تسليم بكانت كالله رب العالمين إيوة كتهناين توحيد سين قسمان توكا. يعني لا يمكن أن المسلم يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. مسلم تسلم. إي بوتكوت نكانت كيف مسلمان إي جوستا بكانت كبرشا ما فجرة دركات واني وظهرة شار ركعات واني بل كي مسلمان واسطة علمين كأمي شيء جندا تسليم بكان. ولا بد أن المسلم ينقاد يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. مسلمان واسطة علمين كي الله رب العالمين إطاعته بكان فرمان برداريه بكان وآهي قناها آهي نيمة قطرات بركيني. أذن لصلاة العصر. إذا أذن المؤذن الآن لصلاة العصر. وقتك بانك ديك بو عصر النماز واسطة. لابد تصلي. تيسر علمين كتو النماز بوان. مسلم تصلي. مسلمان يقول نماز بوان. مسلم تطيع الله سبحانه وتعالى لا تعصي. مسلمان الله رب العالمين فرمان برداريه كانت آهي أيضا لابد أن المسلم في معتقده في كلامه في لباسه لا يمكن أن يشارك اليهود والنصارى والمجوس والكفار. مسلمان واسطة هم جائز نهند كي وترى شريك بك كفارا نقوما يهود نصارى نقوما آهني هر معاملة كبتي آهني قوما ترى شريك مكا. كما أن اليهودي غير النصراني لابد أن يكون المسلم غير اليهودي غير النصراني. همي ورك يهودي نصراني نهي همي ورك مسلمان هم بايدين النصراني مبيتو يهودي مبي آهن قم يعني مماثلة ومشاركة مبيت. نعم.